السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو زكي من منظمة ون نيشن. الحمد لله رب العالمين استلمنا كونتينر. الكونتينر فيه أشياء للشتاء وفي طعام أغذية ويوجد أيضا طحين. نشكر الأخوة في منظمة ون نيشن ونخص الشكر الأخوة في يونيتي هاب. جزاكم الله خيرا. نتمنى استمرار دعمكم لنا. Dum dum.